حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني شباب القرآن. وعن القرآن يطيب الكلام ويبتهج الفؤاد، كيف لا وقد استطاع الخطاب القرآني أن ينتقل بالإنسان الجاهلي البسيط إلى مركز العالم وصدارة الأمم في أقل من 3 عقود. وسر هذا الإعجاز ومفتاحه كان همسة في الغار، اختارها الله لتكون أول ما أوحي لمحمد صلى الله عليه وسلم، إنها كلمة اقرأ. اسمحوا لي مشاهدينا الكرام قبل أن نخوض في غمار هذه الحلقة أن أرحب بالمشائخ الأفاضل معنا في هذه الليلة ومن هذه الفئة وهذه المرحلة، الشيخ الدكتور نجيب العامري، أهلا وسهلا. كذلك أرحب بالشيخ محمد عبد الجبار، حياك الله، والشيخة عبير علي ردمان، أهلا وسهلا بكم جميعا. كذلك أرحب بالمتسابقين معنا في الأستوديو وهم إسراء عبد الجليل محمد حيدر، والمتسابق أحمد سليم عبد الوهاب غيلان، والمتسابقة أسماء علي حسن، والمتسابق محمد أنور محمد يوسف، والمتسابقة نهى حمود أحمد سيف، والمتسابقة نهى نجيب محمد. وأذكركم مشاهدينا الكرام بأننا في الحلقة الثانية من هذه الفئة، فئة الإجازة بالسند في مرحلتها الأولى، وقد غادرنا في الحلقة السابقة المتسابقة تسنيم المسوري، وتأهل معنا المتسابق أحمد مجيب للمرحلة الثانية من هذه الفئة كما هو موضح الآن على الشاشة. إذن لاختيار المتسابق الأول معنا في هذه الليلة سأخذ القرعة أنا وأنتم الآن لنعرف من سيكون المتأهل معنا أو من سيكون المتنافس الأول لهذه الليلة، وممثلا لأية جهة؟ هو من محافظة تعز وممثل لمؤسسة شباب الإيمان، محمد أنور محمد سيف. يا محمد تفضل. إذن محمد أنور هو المتسابق الأول لهذه الحلقة، نتعرف على محمد ثم نعود. حياكم الله محمد، قبل أن أنقل الكلام والسؤال للجنة التحكيم سيختار من 1 إلى 8 نموذج الأسئلة الخاص به، اختر يا محمد من 1 إلى 8. 4. الرقم 4 لجنة التحكيم هو نموذج الأسئلة الخاص بمحمد، لكم السؤال والكلمة وعلى بركة الله. مرحبا بك محمد أنور، والسؤال الأول نود أن تسمعنا من أول سورة الشورى، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم عين سينقاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات والأرض وهو العلي العظيم، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل،
وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. حسبك يا محمد، أحسنت. إن من رحمة الله بعباده المؤمنين أنه لم يؤاخذهم بما يجري على ألسنتهم من لغو اليمين الذي لم يتقصدوا فيه الكذب. اقرأ الآيات الدالة على هذا الحكم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ أحسنت، بارك الله. يقول الناظم: يا محمد، وسبع علو خص ضغط قضى حصر. أكمل 5 أبيات بعدها. وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا، في اللام والرا وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضادا استطل. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. أحسنت، بارك الله فيك. مشاهدينا، استمعنا للمتسابق الأول معنا في هذه الليلة، محمد أنور، وتلك كانت قراءته. ما شاء الله تبارك الله، وفقك الله يا محمد. لم تكن كلمة اقرأ مجرد فعل أمر خاطب الله به رسول الإسلام محمدا صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل، بل كانت بمثابة دستور حضاري ومنهاج نهضة وثقافة حياة. اقرأ باسم ربك الذي خلق. في حلقة الليلة اخترنا أن تكون رسالة اقرأ هي محور حديثنا، ولأجل أن نقرأ وتقرؤون سنذهب إلى الميدان وإلى قراء الشارع بإقرأ. نتابع. أهلا بكم في الميدان. المفهوم لهذه الحلقة هو القراءة التدبرية، والمطلوب من الجمهور قراءة أو إكمال باء من سورة الحشر بعد هذه الآية. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن سنعرف من سيكمل هذه الآيات وسيأخذ الجائزة لهذه الفقرة الميدانية من هذه الحلقة من جمهور شباب القرآن. تابعونا.
كيفك بالقرآن؟ تحفظ؟ والله بالقرآن يعني. طيب القراءة التدبرية، إيش معنى القراءة التدبرية؟ حافظ؟ أنت حافظ؟ تعال تعال. إيش اسمك؟ رمزي. تعال جنبي يا رمزي، قابل الكاميرا بس، هذه كاميرا مرتاح. رمزي؟ أحمد عبد القادر. اديني المعنى الدقيق للقراءة التدبرية. القراءة التدبرية للقرآن الكريم هو يعني يعتبر هذه الآية نزلت كعظة، إذا رأيت أن هذا القرآن نزل على قبل رأيته خاشعا من خشية الله تعالى. يعني القراءة التدبرية ما تكونش قراءة عابرة؟ لا، قراءة تفهم يعني معنى الكلام، تفهم معنى الكلمة، يعني تفضل أن إذا تمعنت في القرآن الكريم تجد أن القرآن الكريم نودي لجميع البشرية، للشجر للحجر يعني. رمزي أحمد عبد القادر. رمزي أحمد. شاهدينا الأخ رمزي أجاب إجابة مقنعة بالنسبة لي ومقبولة، والقراءة التدبرية هي التمعن في معاني كل آية، وأن نقرأ القرآن كما قال الأخ رمزي بتمعن وإخلاص ويقين، يعني وكأن الرسالة موجهة لك، وكأن الرسالة موجهة للشخص نفسه. يا سلام عليك، الإجابة صحيحة. هذه جائزة رمزي مقدمة من مؤسسة معكم التنموية MDF. مبارك عليك يا رمزي وشهرك كريم، كل عام وأنت بخير. حياك الله يا رمزي. حياكم الله. شاهدينا نذهب للبحث عن من يجيب أو يكمل الآيات في السؤال الأول والأساسي من هذه الفقرة الميدانية. تابعونا. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أكمل. خشية خاشعا. لا تديش احتمالات، هذا قرآن. بعد لا ما نسعى فضل هذا المقطع. تعال تعال تعال، نزل 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 نزل. أكبر الآية لو حافظ. وتلك الأمثال الناس لم يفكرون والله الذي لا. أولا قابل كاميرتك، هذه كاميرتك. وتلك الأمثال نضربها للناس يعلمون يتفكرون. تمام. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. نعم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. يا سلام. حسبك. والله العظيم. فواز عبد القادر. فواز عبد القادر أكمل الآية بشكل صحيح واستحق الجائزة المقدمة من مؤسسة معكم التنموية، وهي بمقدار 40,000 ريال من مؤسسة معكم التنموية MDF. مبارك يا فواز، شهرك كريم، كل عام وأنت بخير. مشاهدينا أعود بكم من جديد إلى الأستوديو لنكمل فقرات هذه الحلقة، تابعونا من جديد. حياكم الله مشاهدينا الأفاضل. بعد أو قبل الميدان استمعنا للمتسابق الأول محمد أنور، الآن سنستمع أو سنعرف من ستكون المتسابقة الثانية معنا الليلة عن طريق القرعة. تعالوا لنأخذ القرعة لمعرفة من ستكون وممثلة لأي جهة. طيب، من محافظة تعز ممثلة مركز الإتقان نهى حمود أحمد. يا نهى تفضل. يا نهى يلا. إذن نهى هي المتسابقة الثانية معنا الليلة، نتعرف عنها ثم نعود. إذن تعرفنا على نهى، وستختار نهى الآن نموذج الأسئلة الخاص بها من 1 إلى 8 عدا الرقم 4. تختار يا نهى رقم 5. الرقم 5 هو النموذج الخاص بنهى. لكم الكلمة والسؤال وعلى بركة الله. مرحبا بك يا نهى، ونود أن تسمعينا في السؤال الأول من قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره،
ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح مبشرات الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون حسبك جاء الإسلام والعرب تحرم القتال في الأشهر الحرم فأبقى على ذلك إلا إذا كان دفاعا عن الدين ورفعا للعدوان والظلم اقرأ الآيات التي بيّنت هذا الحكم وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم الشهر الحرام
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. أحسنت وبارك الله فيك. نهاء يقول الناظم رحمه الله: والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. أكمل 5 أبيات بعدها. والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله وحرف الاستعلاء فخم واخصصا إطباق أقوى نحو قال والعصا وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلقكم وقع واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وراع شدة بكاف وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. احسنت وبارك الله فيك. مشاهدينا استمعنا للمتسابقة الثانية نهى حمود، بارك الله فيك يا نهى ونفعك بما قرأت وحفظت، ومن قبلها طبعا استمعنا لمحمد أنور. قد نقضي ساعات في قراءة القرآن الكريم لكنها ومع الأسف تكون قراءة غير نافعة للقلب ولا تغير من حال الشخص، فما نحتاج إليه هو القراءة التدبرية لآيات كتاب الله عز وجل، وهذا ما حدث مع أحمد عندما قرأ قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نشاهد هذه الفقرة الدرامية ثم نعود لمعرفة النتيجة، من سيفوز ومن سيغادر، تابعونا. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار. السلام عليكم ورحمة الله. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. الله أكبر. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها. دلا من يلاحقك؟ وطي صوتك لو سمحت. لا يعني لا تفنصعنا وتصعلقنا بالشارع، دعيتهم لنا بالهداية، دخلنا نقرأ قرآن ما عجبكم، كيف نعملك يا أخي؟ صلي سكتة ما رك داق. استغفر الله العظيم. استغفر الله من صدقهم، قالوا لك أول ما تهتدي أول يوم من هدايتك يجي لك شيطان يخلق في المصحف. بالله من الشيطان رجيم. إلا منك يا ابني، اقرأ بتدبر وخليتني ركز على صلاتي، معاناش داري كم صليته، ركعة ولا ركعتين؟ يا أخي سلاك بالله، تشي تركز على صلاتك لك جنبي، روح هناك، روح اطلع هنا، ارجع هنا. بالله من الشيطان رقي. بالله منك، خلي القامع لك. هنا كنتو، هنا كنتو ربشنا. وين سروح؟ شاروح بيتي أصلي. أقول لك لو جلستو هنا وهذا يقرأ بصوت عالي شظارة بنوه. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أنت شو صحه؟ كلمه بالتي هي أحسن. قا
قال نصحته ما يسمعش النصيحة، وأنت داري ما نش ناقص بيني سكر وضغط. أنت يمكن ما عرفتش كلمة وتنصحه سواء طرح سند لك تعال بعدين. بالله من الشيطان. السلام عليكم. سألك بالله، سألك بالله، أنا قراءتي غلط، أنا أقرأ غلط يا ابني. ما حد قال لنا قراءته غلط. هم يقولوا هذا. أفهم يا ابني، الإنسان لما يصلي يشتي يركز في الصلاة مشان يخشع. بعض الناس لما يصلي وفي إنسان جنبه يقرأ قرآن وبصوت مرتفع ما يقدرش يجمع. قلت جنبي جنبي يجي يقرأ جنبي وبعدين يا هذا كلام الله. لا إله إلا الله. هو القرآن يتكلم يا ابني على الصبر وعلى العفو وعلى الظلم وعلى المغفرة، ويتكلم أيضا على الصلاة واجتناب الآثام. ها والشورى. والشورى، شوف يا ابني الله يحفظك، القرآن لازم ما تقرأ القرآن بتدبر ومش تضابحش فوقنا يا هذا، على الأقل تعاملنا بالشورى. يا جماعة الخير أنا عاملكم بالمبدأ اللي عرفوه، روح البيت. الله افتح عليكم المسجد لكم، روح البيت. ها راجعت نفسك؟ تيتو الصندل. أحمد أحمد تعال اطلع اطلع في قصيرة. يا الله تخارقنا متشي. تشتي رزقك تبارك وعمرك تبارك، اطلع معي هي. لا اشتي رزقي تبارك ولا عمري تبارك، اطلع الله يفتح عليك. اين اشتروح؟ شروح المستشفى، عمك سعيد تعبان، روح نزوره فيه. والله ما ازوره، قاعد نسيت كيف ضربنا المرة الأولى، والله ما اروح. يا أخي أحمد أنا بدالك، هذا القدوب مقام أبوك، وبعدين من عفا وصلاح أقرأ عند الله، مشي هي. بمقام أبيل، أبي مقامة شدو ضغط ضربنا بخيزران، والله ما أروح. أقول لك خلاص لا تجيش، جلس أنت فوق السيارة، أنا شطلع أزوره، وبعدين شنرجع نزور بعض الأرحام. مالك من أفكاره هين، نزور بعض الأرحام، تزور نزور أنت، أنا معي عمل يا أخي، معي عمل، أي خدمات الله يفتح عليك. طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أنا كتوم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لا إله إلا الله. فين ترعت؟ تور صبر ها فين عمي سعيد؟ بأي مستشفى؟ روح من جديد حياكم الله. وصلنا للحظة الحسم بعد أن استمعنا للمتسابقين معنا في هذه الليلة، محمد ونهى. يا ترى من سيتأهل معنا للمرحلة الثانية من هذه الفئة، ومن سيغادرنا أو ستغادرنا الليلة؟ سنعرف هذا بعد ثوان من الآن. دعوني أستقبل نهى ومحمد إلى جانبي لاستماع الملاحظات. تعال يا نهى، تعال يا محمد. لجنة التحكيم، استمعتم لنهى ومحمد في هذه الفئة وهي فئة الإجازة بالسند، ولكم الملاحظات. حياكم الله. وتنبيه، يعني بعض التنبيهات البسيطة، نقص في حروف الإطباق وكذلك تكلف في إتمام الحركات، فنتمنى منهم ولغيرهم من أن نتنبه لمثل هذه الملاحظات. شكرا للجنة التحكيم. تعالي هنا يا نهى وأنت يا محمد إلى جانبي. استمعنا لملاحظة لجنة التحكيم، فمن سيتأهل معنا في هذه الليلة ومن سيغادرنا سنعرف الآن بعد أن أقرأ عليكم النتائج كما أقرتها اللجنة بالأرقام. إذا جمعنا الأرقام سنجد بأن المتأهل معنا الليلة أو المتأهلة سيكون أو ستكون محمد أنور مبارك. يا محمد عد إلى مكانك، وأنت يا نهى لن تغادر البرنامج خالية الوفاض. هذه جائزة 100,000 ريال مقدمة من مؤسسة معكم التنموية MDF. وفقك الله في مسابقات أخرى يا نهى، تفضل يا نهى.
إذن مشاهدينا في ثاني حلقة لنا من هذه الفئة، فئة الإجازة بالسند، وفي هذه الحلقة الثانية يكون قد تأهل معنا اثنان من المتسابقين وهم أحمد مجيب أحمد مرشد في الحلقة السابقة ومحمد أنور في هذه الحلقة، وغادرنا اثنان أيضا وهم تسنيم المسوري في الحلقة السابقة ونهى حمود في هذه الحلقة كما هو موضح على الشاشة أمامكم. لطالما حثنا ديننا الإسلامي على قراءة القرآن الكريم، إلا أن المقصود بذلك ليس أي قراءة، وإنما القراءة التدبرية الواعية التي تنفذ إلى القلوب فتكسر أقفالها وتنجيها من العمى الذي يعد أشد من عمى البصر. مشاهدينا الكرام، انتظرونا غدا على نفس الشاشة وفي نفس الموعد. على الخير، أراكم. حول القرآن تحلقنا، نحو القرآن تسلقنا.